قررت اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فتح تحقيق في القرارات التحكيمية للحكم يوسف الهراوي أثناء قيادته لمباراة شباب المحمدية ووداد فاس لحساب الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني. وأكدت جامعة الكرة عبر موقعها الرسمي أن اللجنة المركزية للتحكيم ستفتح تحقيقا في المباراة بناء على ردود الأفعال القوية التي خلفها أداء الحكم يوسف الهراوي خلال هذه المباراة. يشار إلى أن هذه المباراة انتهت بفوز فريق شباب المحمدية على ضيفه الوداد الفاسي بهدفين مقابل هدف واحد، وعرفت احتجاجات قوية على الحكم يوسف الهراوي.